معنا بدوار شريف بالمحمدية، الكل لا يزال تحت الصدمة، فلا حثيث بين ساكنة الدوار سوى عن جريمة الملقب بتخمان الذي قطع رأس خمسيني ووضعه داخل قفة توجه بها نحو صاحبة محل للبقالة. أنا بقى مصدومة ما نكذبش عليك، أنا بقى مخلوعة. دابا ملي جا هو ليه وقف لي تما قال لي عطيني كارو، قال لي بواحد الطريقة خايبة. على حت لي كارو، قلت لي حيد عليا داك الراس تاع مونيكا حيدي عليا. ملي طل لي طليت لقيتو راس تاع بنات. أنا كنستغربوا حنا بزاف هاد السيد كيفاش جاب لنا راس حنا دراري، شبان جاب لنا راس ديال بنادم، ديال إنسان، بدا كيورينا في فمو كنقول له حنا ديال مونيكا، يقول لنا راه بصح ديال بنادم، كيورينا في عينيه كيورينا في فمو. في ديك اللحظة تبان حنا كنحاولوا معاه، هرب لنا الفلوات، أنا كنحاولوا معاه حنا الدراب الحجر فاش ديناه. هي الصراحة راه الدراري الصغار هنا راه مني ما قتلش شي دري صغير هذاك هو الرباح، هو كيمشي للضعيف، كيمشيش لشي واحد خبيح ولا كيمشي كيحقر. ما قال من يحقر يحقر، ما لقاش على من يحقر راه كيمشي الدراري الصغار ولا يمشي شي واحد مريض. هو دابا اصلا لا ما عندوش هذا الراجل، هذا فين هذا الراجل؟ راه كينعس مسكينه في الغابه ولا ما عرفت. جيبو مسطيل جي قاطع الراجل كبير راسه. تلاقيت معاه مع هذيك 8 وسط الحديقه في الظلام، ما كاين لا ضو لا والو في هذيك الحديقه. تلاقيت معاه كعيط عليا، هذيك الساعه اللي كعيط عليا انا هربش خافش، وهو تما غادي شابعني بواحد السيف اختي، غادي شابعني انايا وواحد الدري معاه. فشويه بعد من بعدنا منه قال لنا حاجه واحده، قال لنا واش كاينين البوليس في الدرب؟ قلت له راه ما كاين والو محمد. قلت له ياك ما كاينش شي حاجه؟ قال لي لا راه ما كاين والو. فجينا انايا اختي، جيت انا كملت لونطريمه ديالي وجيت، لقينا المراه سخفانه، لقيت الراس محطوط لي هو دري زوين حتى هو جون مخسر لي وجهه كله مخسر. هذاك الولد برك حدا الشجر حدا الباب ديال دارنا، ملي برك حدا الباب ديال دارنا قال لي عطيني كارو. جا يوسف قال لي ما عنديش، ولدي قال لي ما عنديش. ومني مشى قال لي واخا، قال لي زيد هذا. ملي مشى فوت ما حتى فوت الباب ديال الدار من ورا الباب شدو، قال لي زيد وصلني للدار. جا ولدي باغي يوصل هذاك الولد، هو يشدو تكالي بحال هكا، قال لي اخويا انا مريض توصلني للدار. باغي يوصلو قال لي انا راهي نتكالي بحال هكا، قال لي ولدي ميلني. قلت له نوض اخويا شويه نوصلك لداركم. وخلا غفلو حتى غفلو هو يجمع بنص برك اللي بزي زوار، وكان غيدبح. قال لي وصل هنا وهدو هنا في الاول، وهدو هنا قال لي وعدني هنا في انوي، وملي كان بلد على راسي جرحوا في يدي وجرحوا في وجهه ضربوا هنا كلشي بعدا ما فين ما يتشاف. الدري الاخر عاوشاني ضاربوا العنق ومخسروا ضربه خايبه، ومازال كيهدد قال لي انا باغي نقتل مرا اخرى، بقى لكم مرة سياحية باغي نقتلها. الضحية كان يعيش حالة التشرد بهذه الغابة المسمى بغابة الصنوبر قبل أن يلقى حتفه بعد التمثيل بجثته والتشهير بها. حذاء مرتكب الفعل الجرمي لا يزال ملقا بالغابة، والمكان يشهد على تربص أبناء الدوار بالقاتل قبل أن يفر نحو الواد المالح لتتم محاصرته وتسليمه إلى السلطات الأمنية التي تواصل تحقيقاتها في هذه الجريمة المروعة.